الحوار الوطني مبادرة مجتمعية تبناها المركز مؤخراً ضمن خطته الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الأمناء لتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد لتقديرهم على المبادرات التي تسهم في تعزيز قيم الحوار في المجتمع. قبل أسابيع أعلن المركز أسماء الفائزين بالجائزة، وها نحن هذا المساء نحتفل بتتويجهم وتتفضلون سمو الأمير بتسليمهم هذه الجوائز امتناناً لجهودهم وتقديراً لعطاءاتهم التي ساهمت بشكل إيجابي ومؤثر في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحوار وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 واتساقاً مع أهداف المركز المتمثلة في بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر. لدينا أمل كبير أن تعمل هذه الجائزة على تحفيز الجهات المختلفة والشباب على ابتكار المزيد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تحقق رؤى وتطلعات قياداتنا الرشيدة وتدعم توجهات المركز في تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال والتلاحم بين أطياف المجتمع.